الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، ورمضان كريم، وإن شاء الله الأجواء الرمضانية دي تفضل مالية شوارع المحروسة طول الوقت. إحنا بنستنى رمضان من السنة للسنة، ورغم أي ظروف اقتصادية الحقيقة إلا إنه فرحة رمضان بتغطي على أي شيء. الناس في الشوارع فرحانة وعندها شعور بالرضا والاطمئنان، وحتى مسألة العمل الخير السنة دي حتى مختلف، الناس شغالة أكتر بكتير جدا من أي وقت تاني، وده مهم جدا في كل اللي احنا بنعدي بيه. فإنه يكون عندنا إحساس ببعض، وإن نكون قد مسؤولية شهر زي شهر رمضان، وإن احنا نفرح بعض، وإنه كل الناس تبقى مطمنة إن كل الناس اللي حواليا أمنين، عندهم أكل على سفرتهم، سفرتهم مش فاضية، ده شيء مهم جدا جدا جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله الفرحة والرضا والاطمئنان يفضل مالي قلوبنا، وبيوتنا تفضل عمرانة بالرضا والاطمئنان على مدار الشهر الكريم بإذن الله. خلينا أبتدي مع حضراتكم بخبر خاص بوزارة الصحة. ووزارة الصحة بتطلق 34 قافلة طبية مجانية في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القوافل هتضم مجموعة من التخصصات الطبية، وفيها كمان خدمة لتنظيم الأسرة إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية فيها كل الأدوية اللي ممكن الناس تحتاجها. وزارة الصحة كمان قالت أن القوافل الطبية دي هيتم توجيهها في المحافظات الحدودية والقرى البعيدة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه القوافل. معنا دلوقتي على التليفون دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ورمضان كريم. يعني لو حضرتك تقول لنا أكتر عن القوافل اللي موجودة في المحافظات، وده استمرارا لمبادرة حياة كريمة. مساء الخير أستاذة هدير، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام، وكل سنة ومصر والمصريين بألف خير وسلامة بنصرة الشهر الفضيل. هي ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة لكل المصريين بيتم إطلاق قوافل طبية، عددها زي ما حضرتك قلتي 34 قافلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. الهدف من القوافل ديت هي الوصول بالخدمة الصحية الكريمة للمناطق النائية والبعيدة، واللي لا يتوفر فيها أماكن ثابتة لتقديم الخدمة الصحية. في عندنا 8 قوافل هيتم إطلاقها في مناطق الشلال في محافظة أسوان والأمراء، وبمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، والخليج بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكمان مركز طبي معا في حي السلام 2 في محافظة القاهرة، ومنشأة النور في مركز السادات محافظة المنوفية، وبني عقبة ببيبة في محافظة بني سويف، والأحي وإبلي مركز أخمي محافظة سوهاج، وعويشة في محافظة مطروح. بالإضافة إلى بقية القوافل هتكون في محافظات الشرقية وبنها ودمياط الجديدة ودمياط. القافلة بتستمر يومين تقريبا. زي ما حضرتك ذكرتي بتضم كل التخصصات، أطفال وأمراض النساء والتوليد والأنف وأذن والبطنة، بالإضافة إلى وجود صيدلية وأشعة متنقلة ومركز ومعمل تحاليل متنقل، بالإضافة إلى عيادات الأسنان. بيتم الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة، وفي حال إذا ما كان المريض بيحتاج إلى أنه يتلقى مزيد من الخدمة الصحية الأكثر تخصصية بيتم تحويله إلى أحد المستشفيات إما التابعة لإدارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. طيب دكتور حسام، الناس إزاي بيتم إعلامها أو إخبارها إنه في قوافل طبية جاية فيها كافة التخصصات، فيها صيدلية لتوفر الأدوية، إزاي بيتم التنسيق داخل المحافظات والقرى دي؟ يعني في البداية بيتم التنسيق من خلال مديري مديريات الصحة بالمحافظة مع المحافظ والمحافظة، بيتم إخبار المديريات بأماكن القوافل، بالإضافة لأن احنا بننشر بشكل دوري على صفحة الوزارة الرسمية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي مواعيد وأماكن القوافل بشكل مسبق قبل ما تنطلق القوافل. في قرى لأول مرة هيكون فيها قوافل ولا لا ده استمرار للقوافل اللي قبل كده؟ الحقيقة هو ده استمرار للقوافل اللي احنا بقالنا فترة طويلة بنقوم بعمل هذه القوافل، وبالتالي دي القرى هي القرى اللي زي ما قلت حضرتك كده بتحتاج إلى مزيد من الخدمة الصحية، ولا يوجد أماكن ثابتة لتقديم الخدمات، فبيتم
تقديم الخدمات من خلال القوافل المتحركه، اللي الحقيقه احنا عندنا خطه سنويه، يعني كل طول السنه خلال 12 شهر بيتم عمل هذه القوافل على مدار العام، وبيتم الاعلان عنها بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بوزاره الصحه والسكان. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهارده في التاسعه. نروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل ونرجع نحكي عن دراما رمضان ونتكلم عن الموسم القوي جدا لدراما رمضان السنه دي، والدراما المصريه الحقيقه بتتصدر المشهد، والكل يعني ابتدى خلاص يتابع المسلسلات ويختار هيتابع ايه. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل بعد الفاصل عن كتير من الاعمال الرمضانيه الدراميه. نروح لفاصل ونرجع نبتدي البرنامج، خليكم معانا. حالة من التنوع الحقيقة الشامل لخريطة رمضان السنة دي ترضي كل الأذواق، اللي بيدور على الاجتماعي واللي عودة كمان للأعمال الدينية بشكل كبير جدا جدا مع رسالة الإمام، كوميدي اجتماعي شعبي، يعني الحقيقة أنه الأعمال بتناقش كمان قضايا مهمة جدا جدا بالنسبة للمجتمع، وده مهم أن احنا نشوفه في دراما رمضان لأنه بتكون دراما الأسرة كلها بتتجمع حواليها، فمهم جدا أن احنا برضو يكون عندنا خطوط الدراما الاجتماعية والقضايا اللي بتمثلنا والقضايا المهمة جدا زي قضايا المرأة المصرية وقصة الزواج الثاني في مسلسلات زي عملة نادرة وحضرة العمدة وعلاقة مشروعة للفنان ياسر جلال ومذكرات زوج كمان للفنان طارق لطفي. فعندنا الحقيقة يعني مجموعة من المسلسلات اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم ترضي جميع الأذواق. كمان لو هنتكلم عن الأعمال الوطنية فيجي على رأسها مسلسل الكتيبة 101 للفنان أسر ياسين، وكمان يعني عندنا أكشن بقى ومسلسلات فيها حركات شوية زي ضرب نار لياسمين عبد العزيز، وكمان عندنا جعفر العمدة، وطبعا الجرعة بقى الكوميدية اللي كلنا بنستناها من السنة للسنة اللي بتدي لرمضان بهجة كده وطعم مختلف، ومسلسل الكبير قوي وكمان مسلسل السفارة وكمان مسلسل ألف حمد لله على السلامة. الحقيقة يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم وجبة رمضانية متنوعة ترضي جميع الأذواق. خلينا نتكلم كده عن الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان. دلوقتي معانا على التليفون الناقدة الفنية دعاء حلمي. مساء الخير أستاذة دعاء، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي تابعتي الحلقات الأولى من المسلسلات؟ ولو هنبتدي بالمسلسلات الكوميدية بالكبير أو الجزء السابع وكمان السفارة وألف حمد لله على السلامة. الحقيقه ان زي ما حضرتك قلتي فكره التنوع، فكره الفرايتي، فكره كمان ان احنا السنه اللي فاتت شويه كان عندنا تقصير في المسلسلات الشق الكوميدي، بس لما يبقى السنه دي نازلين بثلاث مسلسلات ده شيء جيد جدا، لان خلاص الفنانه يسرا تقريبا يعني وجدت ضالتها في ان هي غيرت البوصله بتاعتها بعد ما كنا ساسبنس اجتماعي بقينا رحنا للكوميدي، حته الكوميدي فهي شوية. السنة دي مختلفة واللوك مختلف والشكل مختلف، غيرت كتير من الشكل اللي احنا واخدين عليه الفنانة يسرا، فالتركيبة كلها لطيفة جدا، أجواءها مبهجة زي ما حضرتك قلتي، الألوان حلوة، الموسيقى التصويرية، الشكل كله بصراحة جيد جدا. مسلسل السفارة الحقيقة أن قاعدة أحمد أمين القاعده دي قويه جدا، لان هو واخدها من السوشيال ميديا وبعد كده اثبتها بالمسلسلات اللي كانت فيها اكتر سيت كوم يعني، او شكل نقدر نقول ستاند اب اكتر. لكن المره دي احنا رايحين لدراما كوميدي، لاول مره احمد امين كوميدي نقدر نحتسبها بالشكل ده، فبالتالي هو جمهوره بيحبه، انا بحبه جدا، والسنه اثبت نفسه كمان كممثل يقدر يشيل ادوار كبيره، ادوار جاده، فالحقيقه ان ما خيبش ظننا، واعتقد ان المسلسل كل ما ده اسهمه هتعلى اكتر واكتر. المسلسل الكبير جمهوره مضمون بقاله يعني اهو سابع سيزون، الناس كلها مستنياه، حافظه شخصياته، حافظه التركيبه بتاعت التوليفه بتاعت الحكايه بتبقى عامله ازاي، فالحقيقه ان لا جرعه كوميديه دسمه ولطيفه، ويربع عقبال كده حتى الاوف سيزون يبقى عندنا كوميدي اكتر، لان الناس محتاجه الكوميديا ومتعطشه ليها بشكل كبير يعني. البطوله لاحمد امين، والحقيقه زي ما حضرتك كنت بتتكلمي انه قدر خلال السنين اللي فاتت يثبت قد ايه هو واصل لقلوب الناس بشكل كبير، شايفه ازاي البطوله السنه دي ليه التلفزيونيه؟ يعني شايفه ممكن تمشي ازاي؟ دي اول بطوله مطلقه اعتقد ليه.
بالظبط كده. فالفكره كلها، لا احنا كمان يعني هو مالي مركزه بصراحه، عارف ازاي يقول ده من منطلق الشخصيه. انا كنت متخيله ان ممكن يبقى في ارتجال كتير، يبقى زي الشكل اللي احنا كنا متعودين عليه منه، سواء في الفاميليا او امين وشركاء. لا المره دي هو سايب الدراما تفرض الحكايه، وسايب الدراما هي اللي تسوقه، فبالتالي الكوميديا من الموقف نفسه. فلا شايفاه موفق بشكل كبير، وحقيقي واضح ان هو هيبقى ان شاء الله باذن الله ضلع اساسي في دراما رمضان كل سنه ان شاء الله اكيد. طب الفنانه يسرا واستعانها الدائم بالشباب، وده حتى بقينا بنشوفه جيل جديد من الشباب اللي داخل الكوميديا مع الفنانه يسرا، شايفه ده ازاي؟ ده ميزة انها كل سنة، هي بصراحة ده النقطة الإيجابية جدا. من أول تقريبا فوق مستوى الشبهات كنا بنشوف، هي اللي رجعت مراد مكرم تاني، هي اللي انطرحت شيرين رضا بشكل مختلف في المسلسل القيم دوت. كل سنة بتلاقيها بتنور أو بتدي مساحة لوجوه جديدة تبقى جنبها، تاخد مساحات صحيح. كبيرة معاها. وحتى ده حصل في شربات لوز، قدمت أكتر من وجه جديد. السنة دي هي كمان نفس الحكاية، ماينا السيد بنشوفها مختلفة، ابنها، العلاقات بتاعت الناس، شيماء سيف السنة اللي فاتت لها مساحة كبيرة، السنة دي نفس الحكاية، فليسي معاها. لا يعني هي بتسيب الناس تقول اللي هي عايزاه بإفيهاتها بشكل ان هو، لانه في الاخر بيخدم الحاله الدراميه كلها. فالفنانه يسرا فنانه كبيره، ودي الميزه بتاعتها ان هي فكره بتقف جنب كل الناس اللي محتاجه ان يلقى عليهم الضوء. فالحقيقه ده بيحتسب لها بشكل كبير يعني. فيا رب المسلسل يقدر يعمل الصدى المنتظره زي ما كل سنه بتنتظر صدى كبير، يا رب يكون محقق ده القاعده دي بشكل اكبر كمان. طيب كمان عايزه اكلمك عن الكبير قوي، احنا بنتكلم في الجزء السابع. الحقيقه ان احنا كمتفرجين كل سنه ما بنبقاش متخيلين الضحك ده والكوميديا اللي احنا بنشوفها، والموضوع بصراحه لما نوصل لجزء سابع التحدي بيكبر كمان. فمتخيله السنه دي ايه التحديات اللي عند احمد مكي علشان يقدر يفضل مستمر في حاله انه متصدر مشهد الكوميديا؟ اهم حاجه فكره التزاج، ان الناس ما تبقاش متوقعه ان انا عارفه هنا هيقولوا ايه. فكره التوقع، هو دايما احمد مكي بيكسر حاله التوقع. يعني مثلا تتوقعي ان هو هيعمل افلام كوميدي ورايح يعمل فيديو كليبس واغاني فيها قيمه وفيها رساله وفيها مسج. فالحقيقه ان احمد مكي دايما خارج المتوقع، فالمره دي الناس كلها هتتوقع ومتوقع شكل معين يبقى شبه السنه اللي فاتت. يا رب ما يكونش كده، بس واضح ان لا، ان في حاله تجديد نوعا ما. فدي الميزه ان هو، وبدليل ان الاغنيه نزلت قبل المسلسل، ده برضه شكل مختلف وجديد ما شفناهوش قبل كده، واغنيه غريبه ويعني مش متوقعه نهائي. فاحمد مكي ممثل ذكي، يعني نقدر نقول هو نجم. اكتر حاجه بتميزه هي فكره الذكاء. صحيح. فيا رب الذكاء السنه دي بقى كمان يخدمه اكتر واكتر، وان المسلسل يلاقي نفس الصدى بتاع السنه اللي فاتت واكتر. طيب من وجهه نظرك اقوى المسلسلات اللي اخذتي عندها انطباعات جيده جدا من الحلقات الاولى كانت ايه؟ وحضرتك شخصيا حريصه على متابعه اي نوع من المسلسلات؟ الحقيقه انا متميزه للمسلسلات الجاده اللي بتطرح قضايا جاده، يعني انا متحمسه جدا لسوق الكانتو، متحمسه جدا ل مسلسل عن عملة نادرة نيلي كريم، لأن هما فعلا الكواليتي هايلة جدا، كواليتي الموضوع، كواليتي الممثلين. سؤال كانتو أمير كرارة ومي عز الدين، وفعلا كان في كلام كتير عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح. ده حقيقي. عندك كمان سره الباتع، الحقيقة مفاجأة لغاية دلوقتي، ما تخيلتش. ما تخيلتش إن هو يبقى بالقوة دي لغاية دلوقتي. الحلقة الأولى مبهرة بصراحة. ففي أكتر من مسلسل الحقيقة ملفتين للنظر، فانا بطبعي بميل للمسلسلات الجاده اللي بتناقش قضايا يمكن ليها خلفيه سياسيه، يمكن يبقى ليها خلفيه تاريخيه. وطبعا رساله الامام الحلقه الاولى مبهره، كل المقاييس صحيح. مبهره. خالد النبوي دي منطقته، ده ملعبه اللي لازم يستغل طول الوقت. يعني انا شايفه ان خالد النبوي ما يعملش اي حاجه غير تاريخي او ديني، يعني استثمار كبير جدا اللي بيحصل ده لموهبه عظيمه زي خالد النبوي. ده حقيقي، لان هي فعلا ده ملعبه الرئيسي، فكره اللغه العربيه الجيده جدا، مخارج الالفاظ الواضحه، الثقافه، المذاكره الجيده للشخصيه اللي هو بيلعبها. هي ان خالد النبوي فعلا احنا يعني محظوظين بوجوده في المنطقه دي تحديدا يعني. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقده الفنيه دعاء حلمي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. نكمل مع حضراتكم ودراما رمضان و
اللي بيحصل في دراما رمضان وحلقات الأولى من دراما رمضان، من المسلسلات اللي بدأت امبارح وبتعرض هنا في القناة الأولى هو مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، ومن أول حلقة الحقيقة المسلسل قدر أنه يعني ينال إشادات من الجمهور اللي شايف أن السنة دي ريهام حجاج بتقدم مسلسل مختلف ودور الحقيقة جديد عليها، وكمان بتناقش مجموعة من القضايا الهامة زي مسألة مواجهة الفساد والضمير والحق. خلينا نتكلم أكتر بالتفصيل عن مسلسل جميلة دلوقتي. معنا على التليفون أستاذ أيمن سلامة مؤلف المسلسل. مساء الخير على حضرتك وكل سنة وأنت طيب. مساء الخير وكل سنة وأنت طيبة وكل مشاهدي التلفزيون المصري، التلفزيون اللي احنا اتربينا عليه والبيت. أهلا بحضرتك يا فندم. لو تقولي الخطوط الدرامية كده الموجودة في مسلسل جميلة والقضايا اللي بتناقش داخل المسلسل. لا، هو في قضايا كتير جدا، اهمها قضايا ممكن حد من افراد الاسره ياثر على انسان اخر، يعني بمعنى ايه؟ ان ممكن ابويا او امي يعمل سلوك ياثر على مستقبلي من غير ما يكون ليا ذنب فيه، رغم ان هو المفروض ان اي حد يبقى عنده ابن في بوزيشن معين يبقى واخد باله جدا من تصرفاته. حضرتك هنا بتقصد النجمه ريهام حجاج لانها في النيابه. طبعا انا بتوجه بالشكر طبعا للنيابه الاداريه، هم الحقيقه هذا الجهاز الوطني العظيم كان في ظهرنا وقف معانا وامدني وانا قعدت الحقيقه مع يعني القاده او قيادتهم يعني، والحقيقه ناس في منتهى النبل وفي منتهى الاخلاق وناس ساعدونا جدا جدا في ان هم بيتصدوا للعمليات الفساد، اي فساد بيحصل، ولازم ان احنا نلقي ضوء على مجهوداتهم العظيمه اللي بتتم. فانا اخذت الخيط يعني حطيته جوه المسلسل الاجتماعي بتاعنا من خلال ان انا عملت البطله بتاعتي بتشتغل رئيسه نيابه اداريه. وكمان في شكل جديد كمان وشكل جديد ودعم كمان لفكره البنت المصريه ان هي تشتغل في وظائف مختلفه، وده طبعا يعني امتدادا للي بيحصل دلوقتي من ان تطور البنت المصريه وان البنت تمكين المراه مختلفه. بالظبط كده، تمكين المراه. اعتقد المسلسل كمان يعني بيتناول جزء العلاقات الزوجيه بشكل كبير، لانه في الاول بيبان انهم علاقتهم كويسه ببعض وبعدين اعتقد انه في مشاكل، في خلافات. بس احنا بنغوص جوه الاسره، جوه مشاكل الاسره وما يحدث ما بين الازواج وبعضهم، ما يحدث ما بين الاصدقاء وبعضهم، ما بين افراد الاسره الواحده، ما بين افراد العائله. احنا بنناقش قضايا كتير جدا، قضايا اجتماعيه. واحده ببساطه شديده جدا من غير ما احرق احداث، لكن احنا مقدمين شخصيه جميله اللي هي جميله، هي جميله، جميله النفس والروح، ولديها اهداف وطموحات مثاليه، شخصيه مثاليه في زمن غاب عنه المثاليه. فازاي هي هتقدر تحارب طواحين الهوى؟ ازاي هتقدر تحارب اللي حواليها، الحاجات اللي حواليها سيئه؟ وهل هتقدر ولا لا؟ هل هتتمكن من ان هي تنجح في محاربه زي دونج شوت كده؟ هل هتتمكن من محاربتهم ولا مش هتقدر؟ محاربته ازاي بقى؟ المسلسل داخل فيه اكشن، فيه مطاردات، يعني الفكر بتاعك يعني الموضوع ماشي ازاي؟ اي اتجاه، فيه اكشن، فيه مطاردات؟ لا 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 لا، احنا مسلسل اجتماعي سسبنس قايم على السسبنس. فنانة سوسن بدري كمان بتقوم بدور ام الفنانه جميله في المسلسل. احنا عندنا طبعا كوكبه من الممثلين، طبعا بدايه من الفنانه الجميله ريهام حجاج بطله العمل، والفنانه القديره سوسن بدر، معانا النجم عبير صبري، النجم يسرى الروزي، الفنان احمد وفيق، الفنان هاني عادل، مجموعه كبيره جدا. يعني انا بخايف انسى حد، لكن احنا معانا كميه ممثلين هايلين جدا جدا. في مباريات تمثيليه طبعا بيقود هذه المباريات صديق المخرج الكبير سامح عبد العزيز، ويعني بصمته واضحه في العمل، واحنا مقدمين عمل يعني ان شاء الله يعني يلقى
قبول الجمهور، والحمد لله من امبارح من اول الحلقه الاولى امبارح والنهارده الحلقه الثانيه الحمد لله في يعني ردود افعال قويه جدا انا ملاحظها سواء على السوشيال ميديا او من خلال المكالمات التليفونيه اللي جات لي من الناس كتير جدا ما اعرفهمش حتى والله، بيتصلوا وبيباركوا بيقولوا ان العمل عمل محترم وعمل يعني بيحترم ادمغه البشر وادمغه المشاهدين. عايز اتكلم معاك يا استاذ ايمن في نقطه انه المؤلف دايما بيبقى عنده هدف من العمل اللي هو داخل يكتبه، وحضرتك بتكتب المسلسل مسلسل جميلة، ايه الحاجات او الاهداف اللي كانت في دماغ حضرتك؟ لا عندي رسالة في الاول طبعا، رسالة جوه الدراما نفسها لازم يبقى عندي رسالة، فالرسالة دي بقى تشوفوها هي ده الرسالة، الفكر المطروح داخل هذا العمل، لو ما فيش عمل ما يبقاش والا ما يبقالوش مؤلف، هو لازم يبقى فيه فكر مطروح اللي احنا بنسميه في بالطريقه الاكاديميه يعني بنسميها المقوله الفكريه، لازم المؤلف يكون لديه مقوله فكريه عايز يوصلها للجمهور. الرساله او الهدف ده هيطلع في مضمون العمل، وانتم بتتفرجوا على العمل في الاخر هيبان مضمون هذا العمل انا بانشد ايه او انا عايز انا بحاول اطلع من حضرتك اي كلام مفيش فايده، مش عارفين نعرف اي حاجه احداث كده يعني حاجه هنتابع ان شاء الله كلنا. لا تابعوا ان شاء الله باذن الله هيعجبكم المسلسل وانا متاكد من ده، وفي مفاجآت جايه يعني في مفاجآت كبيره جدا 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 يعني غير متوقعه في هذا المسلسل. انا بشكر حضرتك وبارك لك على مسلسل جميله، وان شاء الله يعني نشوف مزيد من النجاحات باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، والف الف مبروك مسلسل جميله. استاذ ايمن سلامه مؤلف المسلسل، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقه انه صوت يعني كان وحشنا كلنا الحقيقه، الفنانه الجميله حنان ماضي اللي رجعت نورت الدنيا وغنت تاني في رمضان تترات للمسلسلات زي ما كنا كلنا زمان بنسمعها، وزي ما كنا بنسمع تتر المال والبنون مع الفنان علي الحجار. السنه دي الفنانه حنان ماضي رجعت بتتر مسلسل ضرب نار للنجمين ياسمين عبد العزيز واحمد العاضي. خلونا نسمع مع حضراتكم تتر المسلسل ونستمتع بيه، ونروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. مش فارقة مين اتساب، نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب، مش فارقة مين اتساب، مش فارقة مين اتساب، نفس الألم نفس الوجع مقسوم على الأحباب، بعد اللي ضاع بعد اللي راح مين فينا عاش مرتاح، ويا ريتنا واحنا بنفتر كنا ربنا الباب. الوشم ما بيتشاب، من يوم حاولنا نشيله يتعبنا، لسه الحنين جوه القلوب قتال، بس الزمان رافض يقربنا. الحب زي الوشم ما بيتشاب، من يوم حاولنا نشيله يتعبنا، لسه الحنين
جوا القلوب قتال، بس الزمان رافض يقربنا والشمس لسه مشقشقة غابت في بحر من الضياع. ما هو من البداية كان اللغة مكتوب على ورق الوداع. شمس النهار يا حمار راح مكان هنغني اهلا بحضراتكم من جديد. واحنا بنتكلم عن دراما رمضان، الحقيقه لازم يكون معانا احد نجوم دراما رمضان، وبنتكلم بقى عن مرحله الطفوله المهمه جدا، لانه بيبقى عندنا اطفال كتير بتتفرج على التلفزيون في رمضان، واحنا بنقول انه دراما رمضان الميزه اللي فيها انه نقدر كاسره نقعد نتفرج على المسلسلات. ضيفي اللي منورني النهارده رغم انه سنه صغير عنده 10 سنين الا انه الحقيقه قدر انه يدخل قلوب الناس كلها من النظره الاولى، موهبه فنيه ما شاء الله، يعني حاجه مبشره، موجود يعني في مسلسلات كتير في رمضان ما شاء الله على انه عنده 10 سنين، لكن موهبه فرض نفسها على دراما رمضان السنه دي، موجود في مسلسل سر الباتع بيقوم بدور الفنان احمد فهمي وهو صغير، اكيد حضراتكم شفتوه امبارح في الحلقه الاولى، موجود في مسلسل السفاره مع الفنان احمد امين، مشارك كمان كان مشارك مع الفنان احمد امين في مسلسل ما وراء الطبيعه، موجود كمان في مذكرات زوج مع الفنان الكبير طارق لطفي طالع ابنه في المسلسل. ضيفي الطفل ادم وهدان. مساء الخير يا ادم، كل سنه وانت طيب. منور. انت طيبه نورك. ايه القلق اللي انت عامله في رمضان ده؟ ما شاء الله، يعني 10 سنين وموجود في تقريبا اربع اعمال تقريبا في رمضان، صح؟ صح. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ بدات التمثيل ازاي؟ الحكايه بدات ازاي؟ هي كانت صدفه كده، كانوا طالبين طفل على الانستجرام عنده 4 سنين يمثل فيلم اسمه خلاويص مع الفنان احمد عيد واخراج خالد الحلفاوي. انا صورت لهم فيديو وبعت لهم الفيديو ده. فكلموني. مين صور لك الفيديو؟ مامي اكيد. صح؟ ماما. كلموني بقى بعد كده قالوا لي الاستاذ خالد الحلفاوي مش عايز يشوف اي فيديو غير بتاعك. ورحت وعملت الدور. صح. وبعدين بقى 4 سنين عملت الدور ده، بعدين عملت ايه الادوار اللي بعدها؟ وبعدين عزمي اشجان مع الفنانة إيمي سمير غانم كان عندك كام سنة في عزمي أشجان؟ 5. 5. ولقيت موضوع التمثيل ده عامل ازاي؟ سهل صعب؟ انت يعني بتعمل ايه؟ بتحضر نفسك ازاي وانت رايح؟ بتحفظ ازاي؟ مين بيذاكر لك؟ هي ماما هي اللي كانت بتحفظني في الاول خالص يعني، بس بقى دلوقتي انا اللي بقيت براجع المشاهد لوحدي وبسال ماما مثلا يا ماما هي ايه معنى الكلمه دي؟ هي ايه معنى الكلمه دي؟ وبعد كده بقول قدامها المشهد، وبعد كده بعمل المشهد قدام المرايه اشوف الرياكشنز بتاعتي انا يعني. انا قاعده قدام ممثل حقيقي ما شاء الله. وبعدين كل الناس بتتكلم على ادائك القريب من القلب كده، وانه ما شاء الله اول ما تتكلم وضحكتك وملامحك تدخل القلب كده على طول. انت كنت عارف ان انت عايز تمثل؟ يعني كنت حاسس ان انا حابب ابقى ممثل قوي؟ امتى حسيت كده يعني؟ من ساعه ما انا صغير خالص، انا قعدت اقول لماما يا ماما انا عايزه اطلع امثل كذا. انت صغير ما شاء الله. عايزه امثل كذا، عايزه امثل كاني مبسوط، عايزه امثل دور مهم. طب رحت خدت دروس ورش، عملت حاجه عشان تبقى ممثل، ولا هي بالفطره كده؟ هي كده. طب احكي لي بقى عن الدراما رمضان السنه دي، وفي وسط المذاكره واحنا داخلين، احنا في امتحانات ورمضان داخل، صورت ازاي وعملت ايه؟ خلينا نبتدي كده بسر الباتع مثلا. بسر الباتع استاذ خالد يوسف كان عايز طفل عنده قدرة ان هو يبدأ الحلقة الاولى طفل موهوب. تعرف الحلقة الاولى دي بتبقى حلقة مهمة جدا، لانها زي ما بنقول كده الانطباعات الاولى تدوم، فالناس بتبقى داخلة عايزة تشوف ايه اللي هيحصل في المسلسل في الحلقة الاولى. فيعني كلموني انا، وبعد كده انا عملت اوديشن وبعد كده رحت وقعدت اصور، والكواليس كانت حلوة قوي مع استاذ احمد فهمي.
كنا قاعدين بنضحك مع بعض طول الوقت. اكتر حاجه عجبتك ايه في تصوير سر البتاع؟ كله، كل حاجه، كل حاجه. مسلسل فيه نجوم كبار جدا جدا جدا، وانت لله. كمان نجم موجود وسط النجوم دي. طب اكتر حاجه تعبتك ايه في المسلسل؟ لا مفيش حاجه. مبسوط انت؟ شغلانه التمثيل دي عاجباك؟ طب ما تحكي لي كده، انت بتبتدي يومك ايه؟ بتعمل ايه في يومك؟ اما بتروح المدرسه وانت نجم كده دلوقتي، بتعمل ايه مع اصحابك؟ صحابي يعني انا عندي اصحاب كتيره جدا يعني. مش عشان ممثل بس، في ناس مصاحبيني علشان ممثل وفي نفس الوقت بعملهم كأن احنا صحاب عادي، كأننا زي بعض. ممثل متواضع. فكده يعني. ايه اللي اتغير في المدرسه بعد ما بقيت نجم بقى؟ الناس بقت عارفاك، عارفه ان انت بتطلع في التلفزيون، المدرسين بيقولوا لك. المدرسين طبعا بالذات. حتى المسات الجديده بالذات، يا ادم هو مش انت طلعت في كذا كذا كذا؟ انا هي ايه ده؟ ممثل عندنا في المدرسه. طب مذكرات زوج بقى، احكي لي بقى عن مشاهدك مع الفنان طارق لطفي وانت طالع ابنه في المسلسل. الكواليس برضه نفس الحاجه يعني، خرافيه ما شاء الله يعني. والكرو بيقول لك ايه استاذ خالد لطفي اول ما شافك؟ استاذ طارق لطفي كان قاعد بيقول لي كان بيضحكني وخلاص يعني. في ساعه الكواليس، ساعه البروفه برضه بنقعد نكون افيهات وبنقعد نتكلم مع بعض بعد المشهد، وما بين المشهد والتاني قعدنا نهزر مع بعض وبنضحك كده يعني. بيراجع معاك المشاهد، انت بتبقى جاي حافظ المشاهد، بتحفظ المشاهد ازاي؟ عادي. براجع المشاهد وبراجعها كتير يعني علشان اعرف ادي الرياكشنات وبرضو احفظ الكلام. طب لو غلطت كده في حاجه، وده عادي بتحصل يعني، مخرجين بقى بيعملوا معاك ايه؟ انت عندك 10 سنين عادي، شدوا عليك الموضوع يبقى ماشي ازاي؟ مش بيشدوا طبعا. مش بيشدوا طبعا. طب اكتر مخرج في كل الحاجات اللي انت عملتها حسيت ان انتوا يعني بقيتوا صحاب؟ كلهم حرفيا، كلهم. كلهم. طب احكي لي بقى عن الصفاره كمان. انت ده مش اول حاجه مع الفنان احمد امين، كنت معاه في ما وراء الطبيعه، كنت عامل دور طه. احكي لي بقى عن يعني الشغل مع الفنان احمد امين، وواضح انه معجب بموهبتك يعني. اتصورنا مع بعض صور هبله، بنطلع لساننا وبنعمل كده وبنهزر مع بعض، وبالذات مع استاذ محمود البزاوي كنا قاعدين بنعمل افيهات برضه، بنكوي الافيهات طبعا وكده يعني، بنضحك مع بعض وبنبسط برضه. طيب هنروح نشوف مشهد من سر البتاع وبعدين نرجع نكمل الكلام مع ادم وهتان. هات بكل الفلوس كرن. حاضر. اتفضل. ما تخافش يا حامد، انا هبقى كويس يا حبيبي. وبعدين يا جدي، يا امي هتموت. حط في من بقك يا دي حامد. ما تقوليش تف من بقك، العيال اللي جالها اخو العيال جه مرحوم ابويا، يعني ايه كده هتموت زيه؟ الله يرحمك يا رضوان. لا يا حبيبي ما تخافش، امك مش هتموت ان شاء الله. احنا الظاهر اتاخرنا في عمل النادر، عشان كده السلطان ما لحقش يعمل حاجه لابوك. يا خوفي يا واد يا حامد، لكون انت المره اللي فاتت بدل ما تجيب الفلوس الشمع جبت بيها كراميلا، وانا عارفك بتموت الكراميلا. لا يا جدي، والله العظيم انا جبت بكل فلوس الشمع. ماشي يا حامد. طب بص، خد الفلوس دي ومن صلاحيه ربنا تشتري الشمع وتروح على مقام السلطان تعيد الشمع وتعمل النادر لامك، وهي هتخف ان شاء الله. حاضر يا جدي. السلام عليكم. انا عارف ان انت متضايق مني علشان انا كدبت على جدي واشتريت كراميلا بدل الشمع، بس المره دي انا جبت لك بكل فلوس الشمع وهولعهم حالا، ولو امي خافت وما ماتتش زي ابويا هولع لك زيه. فاطمه يا مريم، اكلي اختك. كلي كمان يما، علشان تطلعي العيال من جدتك. مش انت برضه بتقولي لي كده؟ ما انا اكلت يا ضنايا، وبعدين هو احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده انا قلت خلاص هقبل وجه كريم، سبحانه من قومني تاني.
الحمد لله على سلامتك يا بنتي. ايوه سبحانه مسبب الاسباب. طيب يا ادم، مشهد زي اللي احنا شفناه قدام الفنان صلاح عبد الله وكل الكوكبه الكبيره اللي موجوده في سر والبيت والمخرج الكبير خالد يوسف، وجودك في وسط لوكيشن مليان كل النجوم دي، انت بتخاف بتتعامل ازاي معاهم؟ الموضوع ماشي ازاي؟ لا انا مش بخاف طبعا، انا ببقى مبسوط ان انا معاهم. ببقى يعني فرحان ان انا مع نجوم كبيره وان انا ظهر قدامهم وبمثل معاهم وكده يعني. ونصايحهم ليك بتبقى ايه؟ تفتكر مين الممثل اللي قالك نصيحه ليها علاقه بالشغل؟ هو كل ممثل بيدي للانسان نصيحه، بيقول له كذا مثلا، انت ممكن تعمل كذا وممكن يعني تعمل مثلاً بشكل احلى مثلا. لا مش كده، ممكن يديني نصيحه ان انا اعمل كذا في المشهد ده. كذا يعني في المشهد، اعمل المشهد ده بالطريقه دي. لا مش بيقول لي رياكشنات، هو كان بيقول لي يعني قعد كده للمشاهد، اعمل قعد للحركه دي للمشاهد كده يعني. انت ايه الدور اللي انت نفسك تقدمه ونفسك يجي لك؟ كل حاجه يعني، انا عملت كل الادوار الحلوه ان شاء الله، وان شاء الله هعمل احسن وزيهم كده. طب كتير قوي كنا بنشوف اطفال في السينما وبعدين ما نشوفهمش لما يكبروا، ما يكملوش تمثيل. ادم بقى بيحلم بايه؟ عايز تكمل لما تكبر؟ اكيد اكيد. عايز تبقى زي مين؟ مين اكتر ممثل بالنسبه لك هو قدوه وبتشوفه هو ده اللي انت عايز تبقى زيه؟ هو ما كتير قوي بصراحه يعني. بصي مثلا استاذ عادل امام، استاذ محمد ينادي، واستاذ احمد عز، واستاذ امير كراره، واستاذ كريم عبد العزيز. ان شاء الله كل التوفيق يا ادم، وان شاء الله كمان نكمل معاك دراما رمضان ونشوف الموهبه الجميله دي وهي بتكبر كده قدامنا. كل سنه وانت طيب، والف الف مبروك المسلسلات، ودايما يا رب ناجح وموفق دراسيا وكمان في التمثيل. شكرا جزيلا يا ادم. ادم وهدان، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده في التاسعه. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده، نشوفكم دايما على الف خير.